من هون اعطيني اياها. هؤلاء عناصر الشرطة يقضون بعضا من الوقت للدخول في مضمار كرة القدم بهدف رفع لياقتهم وملء أوقات عطلهم. يشارك فريق شرطة حلب الحرة ببطولة نظمت في المدينة. أغلب لاعبي بقية الفرق هم من الجيش الحر، فبعد أيام من المرابطة يعودون بفترة راحتهم ليجدوا فسحة من الأمل. فاول سوا عكسي. عم نمسكه نمشي فيها خطوتين، واحدة أبو عزاب وواحدة محمود. الدورة مؤلفة من 24 فريق، استدعوني مشان حكم القانوني للبطولة هي. الدورة مشكلة من ثلاث مجموعات، تتأهل من كل مجموعة أربع فرق للدور الثاني، بتلتعب على طريق خروج المغلوب. اللاعبين والله في مستوى يعني مقبول وجيد، لأني في كتير لاعبة كانت تلعب بالأندية وتلعب بالمنتخبات السورية، والحمد لله رب العالمين موجودين معنا هون وعم بمارسوا نشاطهم وعم بمارس كلياتنا حياتنا الطبيعية، وكأني الحمد لله رب العالمين عم خفف عن الناس هي وعم خفف عن نفسنا الهموم اللي صار في البلد اللي حل البلد. توك لعبة خالص، ما توقف غير مباشر. لم تكن تخلو المباريات من الإصابات وخشونة اللاعبين، على الرغم من توجيهات المدربين للاعبين التحلي بالروح الرياضية. لعبنا أول شوط كتير كويس، كانوا الشباب كتير ممتازين، لعبنا بأسلوب مثل ما أعطيتهم التعليمات، وهي كانوا الشباب عن حسن الظن، والله يعطيهم العافية، وإن شاء الله الشوط الثاني بنقدم أحسن من هيك. كان لحضور الجمهور رونق خاص، فبتصفيقه وأهازيجه أشعل حماسة اللاعبين مصممين على فرح جمهورهم بتسجيل الأهداف، ففي الشوط الأول سعوا جاهدين لهذا. وبعد شوطين طوال ينهي الحكم المباراة التي قد تكون سببا في تغيير نفسية السكان الذين عاشوا أربع سنوات من الحرب المتواصلة.